أكو أحد بيكم يعرفها؟ هيثم وين؟ تعالي لا تخافي. كلهم ماتوا. وحدتي كلها تدمرت بنهر جاسم. وذول الزبالة جبروني ألزم هناك، بس المصيبة أني كنت أعرف إيش راح يصير بيهم وقبلت. كنت قائد فرقة دبابات بالثمانينات، شفت وحدة هي وطفلها بنص القصف والبيوت مفلشة. كان عندي صديق اسمه لؤي فارس، راد ينقذها ما قدر، استشهد. كانت تحكي إيران. إيش بيك تفتر بنص الليل؟ شلون جيت تشرب مي؟ خالد ايش عندك يا سنايم؟ انهض. ليش ما تنامين بغرفة نرجس؟ بعد يومين يشيلون الحضر. ما ادري منين جانا هذا المرض. هو احنا مال امراض؟
هيثم ماكو. خبرت كل اصدقائه ما حد يدري بي وين. انت شنو وضعك؟ رح تبقى راكد بمكانك؟ شنو مرتاح؟ نرجس خلي خالد يعقم البيبان وينظف البندقية. خالد أحسن واحد يقول لي، هو الوحيد يسمع كلامي، البقية يسمعون كلامي بس مو مثل خالد، ذكي وفطن، كمل الكلية العسكرية مالته مثل ما أنا أريد، هو صغير يجي وياه للصيد يتعلم بدون ما أنا أعلمه، هو الوحيد اللي يشبهني. اقرأ لك فنجان. طالعة وياك بنية بالفنجان. بنية كلش قريبة عليك. بس كأنه هاي البنية ابتعدت، احتمال مسافرة، طالع لك شخص بالفنجان، دا تمشين بطريق، طريق طويل، صار لك فترة كلش طويلة بي تريدين توصلين هذا الرجال. طلعت لك حمامة بالفنجان، راح تسمعين خبر حلو. طلعت لك سمكة رزق. كأنه بداخلك اكو هم او كرب، اكو بيديك سلاح قوي، اكو شخص يريد ياخذ منك هذا السلاح بس ما يعرف شلون. كأنه عايشة بغربة او ألم، كأنه ماكو احد عرف داخل يعني داير مدايرك، او يعني شلون الشخص الغريب في بلد غريب دا تدورين على الشيء ضايع منك. بس راح تلقين هذا الشيء ضايع، لا يطلع هذا الشيء عندنا. ليش ما تجين على الغرفة؟ شوية تغيرين جو، حارة هنا. ايش عندك قاعدة وحدك؟
كومي هاي عندي لوحات اشوفك اياها اعطيني رايك بيها. يلا قوم يلا قومي. تفضل. غرفتي هوسة ما أحب أرتبها. هاي لوحاتي. عشان دائما يجرني من شعري. ليش لحق خالد لهنا؟